نحب أن نتحدث أنه صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه شغله الشاغل الإنسان وعمان. ماذا ممكن أن نقول للمشاهد عن هذه الجملة التي قلتها؟ يعني أنت وصفت هذا الوصف وهو وصف حقيقي، وصف حقيقي، أن صاحب الجلالة كل كما نرى نحن و يعني ما تأتينا من توجيهات، هو كل شيء ينبغي أن يكون مسخر لخدمة المواطن العماني والمجتمع العماني وبناء الإنسان. وبناء الإنسان قطع أشواط كبيرة مهمة، ولكن هل من مزيد؟ سيأتي اليوم الذي إن شاء الله وليس ببعيد الذي يكون كل عماني يفخر بأنه منتج، لأنه منتج، والعمانيون دائما كانوا منتجين، يعني عبر الزمن كانوا منتجين. صحيح. كل في مجاله، وكل في مهنته، وكل في هذا يميز. ولكن الإنتاج الآن ليس كما كان في الماضي. الإنتاج الآن يستخدم الإنسان المعرفة والتقنية، وهذا ما نطمح إليه. وأعتقد وأجزم أن ما هو متوفر من إمكانيات ومن هذا البلد، من خيرات هذا البلد، سيوجهها صاحب الجلالة في خدمة هذا البلد. وأنا يعني على قناعة قوية جدا بأن العزم الذي لدى القيادة ولدى المواطن العماني وما شفنا من نماذج في أجهزتنا، أنهم سوف يبهرون في هذه المسيرة بأمور قد لا تكون على الذهن. يعني متوفر في الأسواق ما يريد الإنسان أن يقتني، والحمد لله الخير عام، يستطيع العماني أن يذهب إلى أي متجر يشتري كل ما يريد. الحمد لله أصبح الآن كل حاجة متوفرة. ولكننا نرى بوادر، وبوادر كثير مهمة، بأن العماني سوف يتمكن إن شاء الله بفترة قصيرة من يعني إنتاج فكري ومعرفي في من هذه التقنيات التي الآن في الأسواق ستكون من إنتاج الفكر والابتكار العماني إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى.